Tak. ممكن اعمل جراند، تعال ناخد برضو تفاصيل في الجراند واحنا بندي جراندز. ممكن اقول له جراند سيلكت تمام كوما انسيرت كده زي ما انتم شايفين بالظبط وابديت كده ينفع او ينفع فكده الراجل ده ملوش حق الديليت صح ولا ايه؟ تمام جراند سيلكت وانسيرت وابديت اون السكور تمام. ممكن اقول له دوت استرسك يعني كل الجداول او احدد تيبل معين بعينه يبقى جرانت سيلكت ونسيت ابديت على التيبل الفلاني وده اللي بالكم تمام لكل التيبلز مثلا اللي جوه السكول تو واقول له تو مين احمد ات مثلا لوكال هوست ماشي يبقى كده ايه احمد يقدر يسلكت وينسرت ويابديت طول ما هو على ايه على نفس الماشين مثلا فيها كده مشكله لو دخلت قلت له نجرب انت تست الجمله دي قال لي تمام ماشي كده يبقى انا اديته ايه الاوامر دي بس مش مديله بقيه الاوامر كلها. طب لو قلت له شو جرانتس بقى وريني طب الجرانتس لقيت بقى ان ادي ايه؟ اهو جرانت سيلكت وانسيرت وابديت اون الايه؟ السكول من احمد تمام فبقيت فاهم ان هو ليه صلاحيات محدده بس مش الموضوع مش مفتوح له قوي زي ما كنا بنتكلم الاول يعني تمام؟ لكن لو انا عايز اديله مثلا الديليت فممكن اقول له جرانت الديليت صح؟ اون مثلا ماشي اون لسكول دوت مثلا ستودنتس مثلا لان انا عارف ان هو مثلا بتاع شؤون طلبه فادي له حق ان هو يقدر يحذف طلبه لان هو ممكن يرغبط فيهم او شيء مثلا يعني فانا كده بحدد يقدر يديليت ايه بس من كل الايه؟ من كل الليله اللي موجوده عنده تو احمد الله ينور عليك احمد ات لوكال قولي قلت له على السكيور قلت له يلا اكزكيوت قلت له جو قال لي تمام الجمله دي ما فيهاش مشكله مش عارف الوقت بيجي بسرعه ايه ده وجيت ايه شو جرانتس او ادوس على كده ريكويل قال لي اهو بقى بعده سيلكت وانسيت ابديت على السكول وعنده ديليت اون السكول دوت ايه دوت الستودنتس انا مش عارف ايه تمام كده. طيب ايه اللي انا عايز اتكلم عليه شويه بقى دلوقتي عايز اتكلم على اتفضل اقول بص بقى ايوه بس 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 هتلاقيه مدي يس على الاول فاهماني؟ يعني ايه عندنا احنا البريفليجز تمام ماشي بس برضه كويس سؤالك كويس هيفتح معايا موضوع مهم جدا ايه هو؟ عندنا اول ممكن ادي جرانت اول دي اول شكل من الاشكال ممكن اكتب بريفليجز او ما اكتبهاش يعني دي اوبشنال يعني ماشي ادي اول واحده ودي قلنا بالجرانت اول بيزك بريفليجز من غير يعني من غير حاجه اسمها جرانت اوبشن من غير حاجه اسمها جرانت ايه اوبشن يعني ايه جرانت اوبشن يعني خدوا بالكم من دي يعني انا بس عايز اقول ايه وزاود اهي جرانت اوبشن يعني ايه جرانت اوبشن جرانت اوبشن معناها ما يقدرش يدي لغيره يعني الكاريت يوزر ويديله بقى الصفحات اللي هي عنده وصلت؟ يعني انا كريت احمد انا هرود فكريت احمد واديته
مثلا انه يقدر يدلت من جدول الستودنتس. احمد اما كانت واحد اسمه سيد يقدر يدي لسيد انه يدلت من جدول الستودنت؟ لا، دي معنى كلمه جرانت اوبشن. دي معنى كلمه جرانت ايه؟ جرانت اوبشن. تمام، فهمت؟ عشان جرانت اوبشن مهمه ولسه هوري لكم في اكزامبل ان شاء الله. ما هو انا يعني ايه، ما انا شايف اديته سيلكت وانسيرت وابديت، في حاجه اسمها التر، يعني يقدر ايه، يقدر يعدل، مفهومه صح ولا ايه؟ في حاجه اسمها كريت، يقدر يكريت ولا لا، يديله وقت. كل دي انواع، ما عشان كده هديك بقى الجرانتس الشهيره، طبعا الشهيره لان احنا ممكن نقلل حاجات، فاهمني ازاي؟ تمام، فانا ممكن اديله حق الكريت او ما ادلوش حق الكريت، اديله حق الالتر او ما ادلوش حق الالتر. تمام، اديله مثلا حق الالتر مثلا روتين، عارفين يعني ايه روتين؟ يعني بروسيجر، ها، يا الالتر مثلا بروسيجر. طبعا انا ممكن اقول كرييت التيبل، اديله حق كرييت التيبل، اديله حق كرييت الروتين، اديله حق، فاهمني؟ يعني ممكن ازود بعد كلمه الالتر كرييت والتر ودروب برده نفس الايه، نفس الكلمات، يعني اقدر اقول له هنا اهو اقدر اديله حق مثلا اسمه كرييت ايه، كرييت روتين، يبقى كده معناه يقدر يكرييت البروسيجر. بالتالي بقى مفهومه الفكره صح ولا ايه؟ مع الكرييت والالتر والدروب هم ولا اقولهم مفهومه؟ يعني برضو انا اقدر اقول روتين دي اقول مكانها ايه؟ تيبل فيو، صح ولا ايه؟ يعني اقدر اقول فيو، اقدر اقول ايه؟ تيبل، صح ولا ايه؟ اقدر اقول ايه؟ يوزر، صح ولا ايه؟ اقول له يقدر يالتر يوزر، يقدر يكريت يوزر، يقدر يابديت، يعني كريت والالتر والدروب اللي هم الثلاثه بتوع الدي دي ال، صح؟ اقدر اشتغل مع التيبلز، مع الفيوز، مع الروتينز، مع اليوزرز تقريبا، ولو انا سالت اي اوبجكت يعني، مع اي اوبجكت يعني، ماشي، مع اي اوبجكت اقدر اديله نفس الصلاحيات دي. وبالتالي طبعا اقدر العب بقى زي ما انا عايز، انا مش هقدر اجرب كل الاكزامبلز في الحياه، لكن الاسس تبقى، الاسس تبقى في دماغنا. تمام كده؟ تمام؟ هنتكلم عن الرول كمان شويه. هنتكلم عن الرول كمان شويه ان شاء الله. يعني لسه الرولز لسه ما وصلتلهاش، يعني واحده واحده. تمام؟ انا عملت دروب وعملنا وفي عندنا ديليت، انسيرت برضو صح؟ شفناها، والابديت والديليت. انسيرت والابديت والديليت، تمام؟ وفي الاكزكيوت. حد فاكر الاكزكيوت؟ ايوه، كول يعني يعمل كول يعني، تمام؟ اكزكيوت يعني ايه؟ يقدر يعمل كول يعني، كول، كول ستورد ايه؟ بروسيجر، تمام؟ زي ما احنا بناخد، طبعا انا ممكن اعمل تريجر بالكول ستور بروسيجر عادي، ما اي حاجه اقدر اعمل بتاع تريجر بيكلم فانكشن الى اخره كل واحد، تمام؟ طيب ايه تاني من الصلاحيات؟ طبعا عندي انه يعمل اندكس برضو شهيره، هنتكلم عن الاندكس. فايل، فايل دي معناها انه يقدر يعمل باك اب، يعني بيقدر يعمل ايه؟ فايل دي معناها بتشيل لك كلمه باك اب، تمام؟ وممكن يعمل طبعا ريلود برضو، دي من الحاجات الشهيره، ودي معناها يقدر يعمل يعني اعاده تشغيل للاوامر، يعني يعمل ريلود، تمام؟ اللي هي بتبقى دايما فلاشنج للبريفليجز، تمام؟ فلاشنج للبريفليجز يعني بيدي الايه؟ يدي البريفليجز ثاني يعني. يعني هنبقى نشوف لها برضه، هنشوف لها دي ان شاء الله طريقتها، بس انا بحاول افتكر كده الحاجات اللي هي الاساسيه. طبعا في حاجات تخص الريبليكيشن والكلام ده كله على الماشينز، ودي طبعا لسه يعني حاجه عاليه عليكم شويه، لان لسه ما خدتوش الموضوع دوت بتاع الريبليكيشن. يقدر مثلا يسلكت، اقدر اقول له يسلكت او ما يسلكتش، اقدر اقول له يشو الداتابيزز او ما يقدرش يشو الداتابيزز، او يعمل مش عارف ايه، ما عنديش مشكله. مثلا اقدر اقول له يشو الفيو، يشو مش عارف ايه، يشو مثلا الفيو، يشو الى اخره الاوبجكتس الثانيه، اقصد الاوبجكتس التيبلز مش عارف ايه الكلام ده كله، اقدر اديله يشو، لا ما يشو، مش يقدر يشو. ممكن اديله حق انه يعمل شات داون، دي مهمه جدا، يعني يقفل السيرفيس بتاعه الماي سيكول،
فاهم، يقدر يقفل السيرفيس بتاعت الماي سيكول، يدي امر من بره يقفل السيرفيس بتاع الماي سيكول او يقومها، وكذلك التريجر تمام، اقدر اخليه برضو يقدر ياخد اوامر عن التريجر او لا تمام. وعندنا كمان اللي احنا اخذناه الاخير مثلا اليوزج اللي احنا شفناه ده تمام. دي كده شويه ايه، شويه حاجات ممكن نلعب بيها لعب كتير جدا يعني. يعني الاول عرفناها، الالتر كريت دروب الكلام ده عارفينه، الانسيرت الابديت الديليت تمام، الاكزيكيوت عرفناها بتكول السير بروسيجر، السيلكت طبعا واليوزج والتريجر، شو بقى الفيو، شو الداتابيز، شو مش عارف ايه، شو ايه تاني، دي اشهر الحاجات اللي انت تقريبا هتقدر تعمل بيها يعني ريستريكشنز زي ما انت عايز تشتغل تمام. وما تنساش برضو من المهم جدا اللي هي الدوت دي اون كذا، يعني اقدر اديله صلاحيات ان هو يعمل كذا على كذا وما يقدرش يعمل كذا على كذا، فاهمني؟ فيبقى دي حاجه برضو من الحاجات اللي هي مهمه جدا، يعني بديله حق انه يعمل حاجه على حاجه وبس، ما يقدرش يعمل كل شيء، فاهمني؟ ولا في اسئله في الحته دي؟ انا منتظر. كده ايه؟ لا مفيش وزود، مفيش وزود، انت اللي انت بتقوله بس. ما بتقولش بقى وزود الباقي، ما هو كله وزود الباقي، انت بتقول له ليه حق الكريت والابديت والديليت، فخلاص مفهومه ان هو مالوش حقوق الباقي يعني. لا بتاخد تمام؟ لا انا هنا بص، دي جرانت اوبشن، دي جرانت اوبشن دي قصه هنشرحها لوحديها، لان جرانت اوبشن مش بس مع دي. جرانت اوبشن معناها ايه؟ معناها هل لي حق يدي غيره الصلاحيات اللي هو اخدها؟ فدي ليها امر خاص. ليها امر ايه؟ امر خاص، ان انا اقول له خد ده وتقدر تديه لغيرك. زي ما يكون عندي مثلا سيستم، والسيستم ده انا يعني في يوزر هيكونكت، يعني انا عامله عشان بايثون مثلا او عامله عشان جافا ابلكيشن، هيكونكت على ماي سيكوال، وهو اصلا في الكود بيكريت يوزرز ويديهم صلاحيات ومش عارف ايه مثلا، فلازم في الحاله دي اديله جرانت اوبشن عشان يقدر يكريت اليوزر ويديله الصلاحيات ويشتغل.